السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما الإنسان بيبقى ليه مراحل التطور، فكذلك المشروع بيبقى ليه مراحل التطور. بيبقى فيه مثلا مرحلة في الديزاين، وبعد كده مرحلة كونستراكشن، وبعد كده مرحلة التشغيل. البيم موجود فيهم كلهم. فمثلا في مرحلة الديزاين لسه انت بتفكر في المشروع وبتدرسه وتشوف المكان، فممكن تستفاد ان انت تاخد المكان كله تحوله بالليزر سكان وتنقله عندك على الكمبيوتر، وتبدأ تحلل المعلومات وتبدأ تحلل الديزاين، وتقدر تعمل سيموليشن بحيث توصل لأفضل أداء وأفضل تصميم، وتقدر تعمل داتا ديليفري وانتجريشن، وتعمل أناليسيز، وتعمل تصميم ما فيهوش أي كلاشات، وتحل كل الكلاشات، تحل كل الكوردينيشن، وأي مشاكل تلاقيها تتحل أثناء التصميم. وفي مرحلة الكونستراكشن بتبدأ تحط المعلومات اللي هي الموديل مع المعلومات الخاصة بالبلانينج والسكادول، وتقدر تشوف الوقت هيبقى عامل ازاي، وتقدر تعمل تقسيم لكل المعلومات اللي موجودة في الجدول الزمني، وتقدر تعمل فابريكيشن للحاجات. يعني تقدر تبعت للمصنع انا عايز القطعة الفلانية فيجيبها لك، فتبدأ تركبها، وتقدر تحل كل المشاكل، وتقدر تنسق الشغل بينك وبين كل السب كونستراكشن اللي موجود، وتسترد المعلومات بدون اي مشاكل. الاوبريشن برضو بتاخد كل المعلومات وتبدا تعمل فيرتشوال هاند اوفر، تقدر تعمل بلاننج او تقدر تعمل تنظيم للسبيس، مانجمنت للسبيس وللفاسيلتي، وكل داتا تبقى موجوده، ولو في اي تعديل في المبنى تقدر تعدل الموديل، واي مشكله تحصل تقدر تبقى عارف المشكله دي موجوده فين بالتحديد.